ذات أهوائي وظلماتي، علمتها سر الحياة وختمها للخير والتوفيق والبركات. وصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتي في الله، أعلم أنني أجلس بين كوكبة من العلماء، وكثير من الألباء، فكل لبيب بالإشارة يفهم. ولذلك فإني لا أقيل القول خشية أن يقول قائل في نفسه: اقتصد في القول يا شيخ، إن في الحاضرين الطلباء وصاحب. في الليلة نحن نحتفي ونحتفل بحملة القرآن، بحفظة القرآن. القرآن الذي ولى المسلمون أدبارهم وولوا ظهورهم للقرآن، وهذا ما أصبح حالنا. تركنا القرآن ونظرنا إلى علوم الدنيا وليتنا فلحنا فيها. ولذلك فأنا لا أطيل شرح الأخبار. حملة كتاب الله هم حملة سر الله المكنون، وحفظة علم الله المخزون، وهم خيرة خلق الله عز وجل. ففضل القرآن كلمات من فضل القرآن، من يعني بعض حتى صغيرة في الضوء. من فضل القرآن أنه كلام من لا يغفل ولا ينام. ولذلك كان أهل الله إذا سمعوا طالعا ما يقولون: سمعنا محمدا ولا زيدا ولا عمرا، وإنما كانوا يقولون: سمعنا الله. يقول رجل منهم: سمعه الله يقول. يشوف لك وللاستئناس الإمام العتلي يقول: كنت جالسا عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي، أعرابي شكل البدل، وجاء إلى قبر النبي العتبي جنب القبر. فالراجل العربي قال لي: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول. مش قال ما سمعت فلان من علاه. ولو أنه ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. ثم انشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع اعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والاكم، نفسي فداء لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. هذا قول الرجل الأعرابي. الرجل الأعرابي سلم على النبي وقال: سمعت الله يقول. مش قال سمعت كلام قرأ ولا أن الكلام كلام مين؟ كلام الله تبارك وتعالى. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. ثم انصرف يقول العتلي: فأخذتني سنة من النوم، فرأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا عتبي قم
فألحق الأعرابي وأخبره بأن الله عز وجل أخبره. سمعت الله يقول، فلعظمة القرآن أنه كلام رب العالمين يستشعر المسلم المؤمن في نفسه أن الكلام كلام الله، كلام الخالق من نور الله عز وجل. الكلام القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، وهو من ذات الله الواحد، من نور الجمال، من نور الكمال، من ذات رب العالمين القرآن، وصفة من لا شبيه له ولا له. هذا هو القرآن، ولذلك المؤمن يستشهد بهذا. ثانيا، من عظمة القرآن أن الله تبارك وتعالى أعطى في قوة العبد، أعطى في قلب المؤمن القوة لحمل القرآن الكريم. والقرآن الكريم عايز قوة، أين قوة القلوب من قوة الجبال؟ قال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضل القرآن وعظمة القرآن أن جعل قلب المؤمن وعاء للقرآن وجعله أشد من الجبال. قوة، من الذي أعطى هذه القوة للقلوب؟ إنه الله رب العالمين بعظمة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله، يبقى المؤمن لازم يعرف كده. طب أنا مش عارف يا سيدنا الشيخ ولا بعرف أقرأ. اقرأ، قل هو الله أحد، اقرأ بسم الله الفاتح سبع المساجد، اقرأ كتر ويرى ما لكش دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فتوقف وفكر، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا، يقف ويبكي ويقول ويل لمن ذاكها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما يكون راجل فاهم وراجل واعي ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الشياطين وقت كده بسم الله الرحمن الرحيم، يتكلم لغة ويتكلم دعوة ويتكلم معاني. عظم عظم. طب من عظمة القرآن احنا عندنا خدنا حديثين، ناخد حتة ثالثة وننقل للراي للبني آدم اللي هو حامل القرآن. ايه فضل بقى؟ فضل القرآن ايه تاني؟ فضل القرآن سيدنا علي رضي الله عنه الإمام الترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فضل يا رب، احفظ الإسلام والمسلمين يا رب، احفظ مصر يا رب، احفظنا يا رب من الغلاء والوباء والدمار، احفظنا يا رب. فنحن أهل الإسلام، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ربنا يبارك لك الدكتور، بس بيتكلم كلام جميل. السنه اللي فاتت قال كلمه انا ما بنساهاش، قال انا دكتور في القلب وافتح القلب واشتغل بطول الزمن، لكن لا افتخر بهذا، انما انا افتخر لانني احفظ كتاب الله. افتخاري بحفظ كتاب الله، عامل مره والسنه مضت وكانها يوم، عشان احنا نايمين وكلنا بيقربنا ليه؟ للدور للأرض. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبست يوم أو بعض يوم فاسأل العادين. العمر واحدة منكمشة في الأرض تنتهي، مر خلاص، السنين اللي يطلع يطلع وين؟ قالوا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، خطبة طويلة، نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
هو القصد ليس بالهدف، من تركه من جبار أصحاب الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أبى الله الله. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده من عظمة القرآن. طب اللي ربنا تاوي خربا قلب وعاء لسر الله. تعالي يا غدعي شيخ كده ومشي بص عليه، عليه النور كده، عليه النور، عليه الكرامة، عليه العظم في الدنيا، له بهاء، له جمال، مين اللي جمله؟ ومين اللي زينه؟ كلامه. لأن أفضل كلام الله على كلام الخلق على سائر الكلام اسمع عليه، فضل كلام الله اللي هو ايه؟ القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حفظتها دي؟ فضل كلام الله القرآن الكريم على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. عظم حمل سر كتاب الله وعند الله المخزون في كتاب الله عز وجل، هنيئا لمن صلى وقام قبل ان تطلع الشمس من خلفها والعروس من مكمنها، فقال اصبحت واصبح الملك لله وقرا الفاتحه. على قد ما يقرا كل الله احد في جد القران، المؤمن الحافظ لكتاب الله، العالم لكتاب الله، مش على النظرة وخلاص وحفظته على كده، لا، لابد وان اتدبر المعاني. لذلك اللي يتدبر المعاني عندما يقرأ القرآن فرق كبير جدا، وبين من يحفظ القرآن دون ان يعلم شيئا. فرق كبير قوي، لان هو يتلذذ لانه يعرف المعاني، لان القرآن فيه اسرار. والله يعطي للمؤمن على قدر إيمانه بالقرآن. واحد يسمع الآية وتاني يسمع ربنا يديله كتير، وربما يكون مش يعني جد قرأ ولا لا 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 لا، عندنا خاطب عليه السلام علمه الله علم النبلية. فالموضوع موضوع قلوب، الموضوع موضوع إيه؟ قلوب. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى أنا في الحياة دي المؤمن الذي يحفظ القرآن، تدبر القرآن، يعرف معاني القرآن، هم أهل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنا لله أهلين منا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. حمل بالقرآن، قرأ بالقرآن، يا القرآن قارئ للقرآن. ماشي يا عم، أنا مش حافظ لكن بقرأ، بقرأ بتأني تمام بالنسبة للكلام. هو الدستور، أنت لما ده بقول لك مش أنت كلكم عارفين أول سورة الرحمن؟ ها اقرأ كده: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان، الله عمل إيه؟ علم القرآن. لأن الدستور ده دستور، قبل ما خلقه خلق له دستور، يبقى مين يعود على القرآن يعرف على الدنيا والآخرة. قر اقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله اقرأ إيه؟ انت خلقته الأول، لا خلقته الأول. كان الله ولم يكن شيئا وكان عرشه على الماء، كلامش الندم. كان الله ولم يكن شيئا وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر ثم خلق السماوات والارض. طيب اللي بيقول على القانون الاول فعشان خاطر يتكلموا بتاعك يبقى اللي طلع القران اعرف عن الله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم طلع عن رب العالمين في الحديث القدسي: من شغله القران
والذكر عن مسألتي أعطيكم أفضل ما أعطي الشاهدين. اللي يشوف القرآن وذكر الله عن اللي ربنا يديله أكثر من ربنا يديله يا رب الدين يا رب الدين. ربنا يديله من غير ما يقول. ربنا يديله إيه؟ من غير ما يقول. له مكان عظيم عن كل طبقة وتابعة. قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، يعني إذا عارف القرآن وبيقرأ كويس وشايف الله، ها؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ملائكة العظام. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويرتل فيه شق عليه ويترأن، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، أجر القراءة وأجر المشق. مكان عظيم للمؤمن الذي يقرأ القرآن، الذي يحفظ القرآن، الذي يجعل لنفسه ورثا في القرآن، في القرآن كل عدد، كل حاجة تبقى تمام، يبقى هم أهل الله. خير الناس قال صلى الله عليه وسلم خيركم من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن وعلمه. يبقى هم مين؟ أهل القرآن دول الأعظام أهل الله. يبقى من العزة الجميلة دي أهل الله، أهل الله خير الناس، ويأخذ الأجر الكثير من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم الذي مسك الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن، مؤمن يقرأ القرآن عمال اسم الركة طعمها حلو وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مؤمن عاشوراء ست التمرة لا طعم لا 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 رائحة لا ريحة لها وطعمها حلو طعمها بس ملهاش ريحة. ده المؤمن الذي ايه؟ الذي لا يقرأ القرآن. ومثل المنافق في رواية بتقول الفاجر، المنافق ده بتاع البخاري، الفاجر بتاعت القصة يا بخاري مسلم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فالمؤمن واجب عليه أن يكون مع الله تبارك وتعالى وأن يجعل لنفسه وردا من القرآن الكريم، يأخذ زادا معه وتزوده، فإن خير الزاد التقوى، وهو خير زاد، وهو خير معين، ويجعله قريبا من الله تبارك وتعالى. أدعو الله عز وجل أن ينفع بكل مؤمن يحفظ القرآن، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يوفقنا للخير، وأن يوفق الخير لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وأكرم من قام بهذا الحق، ومن قدم أي عمل في هذا الحق من كلمة من قول من مال من خير، أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يوفق مشايخنا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أكرمنا هو وابنه الشيخ الكريم. ندعو الله تبارك وتعالى لهما بالتوفيق دائما ولمشايخ المؤمنين أجمعين. أدعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يجمع بيننا دائما بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.